قناة شقوق فاس. كنرحبوا بكم من جديد عشاق المساحات الكبيرة في مجال الشقق. جبنا لكم عرض جديد في مجال الشقق، المساحات ديال لي زابارتمون كاينه 136 وكذلك 163 وكاينه ريشوسي 114 وكذلك 136. جينا باش نقدموا لكم هاد الشقه كنموذج للشقق اللي كتواجد في هاد الاقامه. اقامه من 4 ديال الطوابق كيتواجد فيها مستعد كهربائي وكذلك مرآب ديال السيارات. خليكم معنا في الفيديو باش تطلعوا على التصميم وكذلك طلعوا على الفينيسيون، اقل ما يقال على الشقق اللي كنتواجدوا فيها ديال الشقه. المدخل ديال الشقه، هذا هو المدخل ديال الشقه، كيتواجد على يديك اليمين مرفق صحي مخصص للضيوف. مزلج من الارض حتى للبلافو. بالنسبه للاكسسوارات ديال الحمام في طور الانجاز، كتواجد فوق منه سده، وعلى يديك ديال الشمال في المدخل ديال الشقه كيتواجد هذا الاستقبال الكبير. مساحه شاسعه كتفوق 60 متر مربع كما كتشوفوا. الاستقبال المساحه الاجماليه ديالو كتفوق 60 متر، الطول ديالو تقريبا 8 متر، والعرض ديالو كذلك كيفوق 8 متر. استقبال مفروق في الديزاين، ديزاين مخصص للسيجور وكذلك ديزاين مخصص للصالون البلدي، الجلسه المغربيه المعروفه في المنازل المغربيه. كيتواجه بديكور الممتاز مجهز بالخشب، الجوده ديال الخشب باش مجهز الشين. ديكور ممتاز في الواجهه ديال التلفزيون كيعطي جماليه للاستقبال، واللمسه البلديه حاضره في الديزاين ديال القبس بالنسبه للجلسه البلديه وبالانستالاسيون كذلك ديال لاكليم. الشقه اللي كنتواجدوا فيها المساحه ديالها كتفوق 163 متر بالضبط، 163 بواجهتين. الاستقبال مفتوح على بالكون، بالكون بإطلالة ممتازة، إطلالة جنوبية، إطلالة جنوبية كتميل للشروق الجنوب الشرقي. كما كتشوفوا حاليا كتواجد الشمس بشكل كافي في لابارتومون. الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية كتواجد الشمس بشكل كافي. بالنسبة للنوعية ديال الأرضية ديال الاستقبال عبارة عن رخام، وبالنسبة للصباغة كيتواجد فيها بلاتينيا بجوج ديال الشراجم إلكتريك وكذلك الباب ديال البالكون. نشوفوا المطبخ ديال لابارتمون، المطبخ ديال لابارتمون بمساحة إجمالية كتفوق 24 متر، العرض ديالو 4 متر والطول ديالو 6 متر. بهذا التقسيم الممتاز على شكل إل كيتواجدوا هاد البلاكارات من تحت البوتاجي وكذلك من فوق البوتاجي. النوعية ديال الخشب باش نقسم الام دي اف، كتواجد فيه البونداشو وكذلك الفورميكا. الالوان، الوان اللون الاسود وكذلك اللون الابيض كيعطيو جمالية للمطبخ. بالنسبة للرخام اللي الجودة ديالو فيها عبارة عن رخام جالاكسي. التقسيم ديال المطبخ كتواجد بلاصة ديال الثلاجة كذلك الفرن وكذلك بوتاكاستري ولاهوت، وهذا لابافو ديال الغسال ديال الماين. وكذلك المطبخ مفتوح على بالكون. بالنسبة للإطلالة ديال المطبخ كتطلع على الواجهة الأخرى، هذه واجهة غربية كما كتشوفوا حاليا كتواجد الشمس في الفترة المسائية في الغروب.
مطبخ مفتوح على بالكون باضلاله على شارع ديال 15 متر، الشقه بواجهتين، شارع ديال 15 متر في الواجهه الاولى وكذلك شارع ديال 15 متر في الواجهه الثانيه. كما كتشوفوا الحيوطه ديال المطبخ مزلجين من الارض حتى للبلافو، اللون الابيض المفتوح اللي كيعطي الشجاعه وكذلك الضوء الكافي للمطبخ. الارضيه ديال المطبخ عباره عن زليج كومباكتو باضاءه عصريه وبتقسيم ممتاز وبمساحه كبيره. كننتقلوا بكم الغرفه الاولى ديال لابارتومو، غرفه مخصصه للاطفال باطلاله غربيه، اطلاله كتكون مشمسه في الفتره المسائيه، وكذلك بهذا خزانه من 4 ديال البيبان مقسمه ومغلفه كما ينبغي. كما كتشوفوا التغليف ديالها بالام دي اف، وبالنسبه للبيبان ديالها عباره عن هيتر، بلاصه ديال العلاقه ديال الملابس وكذلك بلاصه ديال ترتيب الملابس. كيتواجد فيها الانستالاسيون ديال لا تيليفزيون وكذلك لي طابل دونوي. جميع المرافق ديال لابارتمون كيطلوا على الشارع، اطلالتين، اطلاله جنوبيه جنوب شرقي واطلاله ثانيه الشمال الغربي. هذه الغرفه الثانيه ديال لابارتمون عباره عن غرفه ديال الابوين ديال لي بارون، كيتواجد في القلب ديالها حمام، حمام بمساحه كبيره مريح مزلج كذلك من في الارض، في الارض وكذلك في الحيوطه من الارض حتى للبلافو. الاضاءه ديالو كذلك عصريه. بالنسبه للاكسسوارات ديالو في طور الانجاز. الغرفه ديال النوم مريحه، المساحه ديالها كبيره كما كتشوفوا، الطول ديالها 5 متر والعرض ديالها 4 متر، وكذلك بلانستالاسيون ديال لا تيليفزيون وكذلك الانستالاسيون ديال لا كلين. والغرفه ديال النوم كذلك مفتوحه على بالكون. الشقه كيتواجدوا فيها 3 ديال لي بالكون، كيتواجد بالكون في الاستقبال وكذلك في المطبخ وكذلك في الغرفة ديال النوم المخصصة لي بارون. لي بالكون محيطين بالزجاج وكذلك بالإينوكس. هذه الغرفة الثالثة ديال لابارتوم، نوعية ديال الخشب في البيبان عبارة عن هيتر بلانستالاسيون كذلك ديال لا تيليفزيون. الغرفة مخصصة للجلوس على شكل سيجور. بالنسبة الطول ديالها كيفوق 4.5 متر، الطول ديالها 4.5 متر والعرض ديالها 3.5 متر. الإطلالة ديالها كتطلع على شارع ديال 15 متر، إطلالة شرقية. كتواجد فيها الشمس في الفترة الصباحية وكذلك في الفترة المسائية. كما شفتوا بالنسبه للتصميم ديال لابارتومون ممتاز في المستوى وكذلك من ناحيه الاكسسوارات. والشاسعه ديال الشقه كتعطيها جماليه وكذلك بواجهتين اللي كتعطيها الضوء والشمس بشكل كافي. اكسسوارات ديالها وكذلك بلا فينيسيون ديالها، حنا في اقامه من اير بلوس 4، كيتواجدوا فيها 10 ديال الشقق، مساحات مختلفة 163 وكذلك 136. مهم للزيارة أو معاينة الشقق ما عليكم غير تواصلوا بنا على الرقم ديالنا اللي كيظهر ديما في الفيديو 0638 830 2979. وبالنسبة للشقق كيتواجدوا في طريق عين الشقف في مدينة فاس. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد،
وإلى شقاق جديدة.